صباح الخير يا مخرج. سيادتك مش مصري. سيادتك لازم هندي. هي فين؟ ده انا رحت عندكم كتير قوي. هما بيقولوا اللهم صل على النبي. باشكا يا شاو اسمعوا بوشكا يا هيا بيا جم 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 هدغم. انت عايز ايه بالظبط؟ انا عايز اميره. اميره مين؟ اميره الممثله خطيبتي. معرفهاش. مش سيادتك مخرج في السيما؟ يا ابني انا بصور جزم اللعيبه. دعايه المحل. عايز جزمه؟ لا انا كنت عايز اميره. العبوا. ما تلعبوش. مالها ورده يا عم عبدو؟ مش ورده وبس يا ست هاني، دول العيال الاربعه ست هاني شوطه وجت في العماره كلها. ربنا يكفيكي شرها. اسمع يا عم عبدو. نعم. فوت على كل الشقق، اي حد تعبان يجي لي. دي العماره 45 شقه ست هاني. حاله انسانيه يا اخي، والكشف النهارده مجانا. ها ربنا يحرمناش منك يا ست هاني. يلا يا ولاد يلا. اتفضل يا عم عبدو، دخل العيال. ليلى؟ ليلى؟ ايوه ليلى. ليلى؟ ليلى ده احنا هنعمل عمايل. ايه؟ ايه ده؟ احنا مش متفقين نحدد النسل؟ دول ولاد البواب عيانين وجايباهم عشان اشوفهم. اتفضل اغلي لي الحقنه دي بسرعه. خلاص خد. خلاص ايه؟ غلي. امسك الحقي. نار نار نار. الله ايه ده؟ ده اعصابي نار. امسك الحقنه، امسك العلبه، انا احسن حد يتحرق. وبعدين بقى بقول لك اغليها على البوتاجاز عشان ادي الولاد الحقن. الدكتورة ليلى عندها النهاردة الكشف بلاش، إذا كان عندكم حد عيان يجي. أنت متأكد؟ أيوة متأكد. يا صفية ورايا. نعم. الدكتورة ليلى عندها النهاردة الكشف بلاش. قالت لك عند العازب اللي فوق أنا شخصياً. لا، عشان سكان العمارة كلهم. مغفل. امشي. مشينا. ده عشان عايزة تتعرف عليا أنا. شاطر شاطر. يلا يلا روحوا بقى، تناموا لمدة 3 أيام، محدش يجي هنا خالص بعد كده. ليلى مراتي حبيبتي قلبي عينيا كبدي. لا وبعدين بقى ما تخلي شويه يا احمد الله. اخلي. انا اخلي هو انا هخلي حاجه؟ و39 يا احمد بيه. يا ريتهم كانوا 39، دول 24 مفيش غيرهم. وكمان بتقول 24؟ شفت اتخضيت ازاي؟ امال انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ الله يكون في عونك. لا ولا يهمك، انا اداء وقدود. لسه قدامي 12 ونص. نص؟ قصدك اللي عامل كده. ليلى؟ ليلى؟ لا ما تسيبنيش لوحدي بقى، ليلى؟ ليلى! قولي لهم عزلوا. ايه يا معلم؟ مفيش؟ مفيش ازاي يا ست هانم؟ دي الناس تفصح حتى في العيا، اتفضلي. نهارك سعيد يا مدام. اهلا اهلا. ميرسي مدام. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا يا مدام. العفو اتفضلوا. ميرسي دكتورة. العفو اتفضلوا. اتفضل يا استاذ، انت مش عيان؟
جيراني وعيانين وجايين اعالجهم. طب اسمع. سلمتها مو حسن. خير، وقفت ليه؟ بطلوا انزلوا. يلا خدوا تاكسي تاني. تاكسي تاني؟ ليه؟ هو ده خلص؟ أنا خلصت. أيوه خلصت. عايز الحساب. الحساب؟ الحساب يوم الحساب. يا أستاذ أنا تعبان. ومش عارف أتلم على أعصابي. طب استريح أنت وأسوق أنا. العداد 5 جنيه و50 قرش. قلتوا إيه؟ حاضر. اتفضل. يا أستاذ. شوف لي معاك 5 جنيه. نعم. 5 جنيه سلف. ولما نكتب الكتاب نبقى نتحاسب. والله بقيت بنك التسليف. اتفضل. بس الشوارع القاهرة قال. ربنا يشفي. ده كل بإيه ده؟ رزق. بس تعرف؟ والله هيوحشنا. بقول إيه؟ حسابي أنا عشان أروح. تروح فين؟ استنى ما نركب تاكسي تاني. تركب لوري؟ أنا أركب أي حاجة بس خلصني. لوري لوري. ممكن من النبي يا اسطى تاخدنا معاك؟ يا مرحب. اتفضل يا أستاذ. ألو. ممكن اتفضل. السلام عليكم. والبيف اسمي إيه؟ أنا بحار. يعني مش بوليس؟ لا. طب حس كده بقى مساء الخير. طب وربنا انا افتكرت حضرتك منتهم ولا مؤاخذه. ده المأذون بتاعي. كده؟ جود ايفنينج. جود ايفنينج. يا محاسن الصدف. طب وربنا انا دايخ طول النهار وعمال ادور على مأذون. ليه؟ خير يا اسطى؟ اصلي انا نويت غير مقاطعه ان شاء الله كده اتوكل على الله. تتجوز؟ لا اطلق. حسبي الله ونعم الوكيل. انا خلاص تهقت في الحاله دي. لابد من الاصلاح. اصلاح يا استاذ وتكسير يا استاذ. ده المأذون بتاعي وانا حاجزه من الاول. ايه حاجزه دي؟ اتوبيس. طب تراهني ان انا هطلع النهارده؟ طب تراهني انت ان شاء الله هتتصلح. 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 طب تراهنوني بقى ان انا مش هتجوز النهارده.